الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن النفاق والمنافقين، وأن نصفي أنفسنا مما عساه يتسلل إليها من علامات هذا النفاق، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهو حين يقول آية المنافق يعني علامة المنافق، فمن وجد فيه بعض هذه الأوصاف أو وجدت فيه كلها كان والعياذ بالله من المنافقين. والنفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فهو الذي يدعي صاحبه فيه الإيمان وليس كذلك، وأما الأصغر فهو ما دون ذلك من الأعمال التي يكذب فيها إذا حدث، أو يخلف فيها إذا وعد، أو يخون فيها إذا اؤتمن. وهذه السمات التي ذكرت في هذا الحديث بدأها بقول إذا حدث كذب، لأن الكذب ليس من خصال المؤمن. المؤمن لا يكون كذابا. وقد سئل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا يا رسول الله؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لأن الإيمان تصديق، فالصدق هو سمة المؤمن. المؤمن لا يكذب. الذين كذبوا يقولون يوم القيامة ووجوههم مسودة والعياذ بالله. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكانت السمة الأولى إذا حدث كذب، لأن الكذب من سمات المنافقين. أما الصدق فهو من سمات المؤمنين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يهدي إلى البر. وإذا كان الكذب منجى فالصدق أنجى، ينجي صاحبه. لا تكذب من أجل أن تنجو من موقف ما أو تعتذر عن تقصير ما، بل كن صادقا يكون الله معك بالنجاة. الإمام عبد القادر الجيلاني وهو في شبابه، حين جهزته أمه لطلب العلم وسافر مع القافلة وألبسته زي طالب العلم ووضعت معه النقود التي يعيش بها، ووضعتها في جيب وخاطت على الجيب مخافة أن يخرج عليه قطاع الطريق يأخذون ما معه، وقالت له: أوصيك بالصدق، لا تكذب أبدا. فأخذ نصيحة أمه لأنها تعلمتها من تعاليم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبينما كانت القافلة في الطريق خرج عليهم قطاع الطرق وأخذوا يفتشونهم وما معهم من نقود، فيسألون هذا قل ليس معي، فيفتشونه فيجدون معه فيأخذونه، إلى أن وصلوا إلى عبد القادر: هل معك نقود؟ قال: نعم معي كذا وكذا موجود هنا. فاستعجبوا وذهبوا إلى رئيس قافلتهم وقالوا: وجدنا فتى غريبا وشابا يخبر عما معه من مال بيد أن رفقاءه كانوا ينكرون وتخفون واختفون. فقال له: يا غلام، ما الذي دفعك على أن تقول إن معك مالا وأنت تعلم أنهم سيأخذونه منك؟ قال: لأن أمي عاهدتني عهد الله ألا أكذب وأن أكون صادقا مهما كان، فأخشى أن أكذب وأن أغدر في العهد الذي عاهدتني عليه. فقال رئيس القافلة: أنت في السن الصغيرة وفي طفولتك وتخشى من الكذب ومناقضة العهد، ونحن على ما نحن فيه من سن نستبيح لأنفسنا ذلك؟ والله لنردن ما أخذناه للقافلة ولنتوبن على يد هذا الولد الغلام الصادق. فكان صدقه نجاة له ولمن معه وسببا في هداية قطاع الطريق، لأن الصدق أنجى. إذا كان الكذب منجى، فيه منجى للإنسان، فالصدق أنجى. ولذلك كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يلقب منذ صغره بأنه الصادق الأمين. في مجلس له يحكي أبو عامر رضي الله تعالى عنه، يقول عبد الله بن عامر: دعتني أمي ذات مرة ورسول الله قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطيك. أحيانا بعض السيدات والأمهات يردن أن يغرينا الشباب أو الابن للاستجابة والاستمالة، فتعده بطرفة أو هدية ليسمع كلامها، فقالت: تعال أعطيك. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت إليها وقال: لا، ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه كتبها الله عليك كذبا. لماذا؟ لتتعود الأم على أن تغرس في ابنها منذ طفولته فضيلة الصدق، لأنها أو لأن الأب لو كذب على ابنه لتعود الكذب واستهان برذيلة الكذب وفرط في فضيلة الصدق. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا وعد إنسانا يخلف في الميعاد ولا يفي بالموعد، أيضا هذه سمة ثانية من سمات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. والسمة الثالثة: وإذا اؤتمن خان، يعني لا يكون أمينا على ما اؤتمن عليه بل يكون خائنا. أما الإنسان المؤمن فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المسلمين أن يكونوا أمناء حتى مع الذين يخونونهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى من خانك لا تخن بل أدي الأمانة إليه. ولذلك لما أراد الهجرة استبقى علي بن أبي طالب ليرد الأمانات والودائع التي كانت عنده من المشركين، وهم بهذا يبرهنون على أنهم ما
ما اختلفوا معه عن اعتقاد بل عن عناد، فكانوا يعتقدون أنه الصادق وأنه الأمين، ولذلك لا يودعون أماناتهم إلا عنده. فلذلك كان عند حسن ظنهم عندما أراد الهجرة، استبقى عليا وأعطاه الأمانات ليردها، لأنه قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اللهم اجعلنا من الأمناء ومن الصادقين ومن الموفين بالعهود ومن المخلصين، وارزقنا حبك وحب من أحبك، واجعل حبك أحب الأشياء إلينا يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.